السلام عليكم. اليوم غادي نحاول نصوب ديكور او حامل ادوات المكياج. نحطو فيه لي اكسسوار ديال المكياج ديالنا هكا، ولا نقدروا نحطو فيه لي ستيلو ولا اللي بغينا. كنحتاجو البيستولي ديال الشمع، واحد الغصين ديال الشجره كنت خديته قطعته هكا، واحد العبار مقاد قطعتهم هكا طوال مقص، قريعه ديال الزاج، وكنحتاجو توب صغير باش نغلفو ديك القريعه، وكان عندي واحد الحديد مقطع صغير قلت نحتاجو، يعني نقدروا نحتاجو اي حاجه نخدمو بها. في الاول كناخذو هذيك القريعه ديال الزاج بحال هكا، يعني نقدروا ناخذوا اي قريعه كانت عندنا اي شكل بغينا، انا اللي كيتوفر عندي كنخدم به. خدينا هذاك الطريف ديال التوب، غادي نحاولوا نلصقوه بمسدس الشمع. كيولي بحال هذا الشكل هكا. نقدروا شي واحد هكا اختياريا ما يلصقش، تقدروا ما تلصقوش عليه الثوب، تقدروا تلصقوا نيشان، ديروا هذوك الغصينات ديال الشجر هادو اللي قطعتهم قد قد. انا اختاريت بغيت ندير هذاك الثوب الطريف ديال الثوب، من بعد نلصق من فوق منه هذوك الغصينات. كنقطعوهم بقياس متساوي ديال على قد القياس ديال ديك القريعه اللي عندنا.
وكنبداو نلصقوهم وحده وحده بالشكل اللي بغينا، يعني الشكل اللي بغينا اختياري. كتجي بحال هكا القريعه، يعني انا حاولت نديرهم مفرقين حتى داكشي علاش بغيت ندير الثوب. كون كانوا غادي يجيو وحده 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 نقدروا ما نديروش داك الثوب. من بعد هذوك الحديدات اللي عندي مقطعين مرصويات صغار غادي نحاول نلصقهم على الجنب ديال القرعه من الفوق باش نزين ديك القريعه، هما في اللون ذهبي. كتجي بحال هذا الشكل. هذا تقدروا ديروا الديكور اللي بغيتوا، اي حاجه كانت متوفره عندكم تقدروا ديروها على جنيبات ديال ديك القريعه تلصقوهم. من بعد كناخد البيستولي ديال الشمع كنحاول ندير غير هكا شكل ديال ورقه ديال الشجر نزين فقط. تقدروا نديروا اي شكل بغينا، كنديرها على الطبله ديالك اصلا ملي كي يبرد، ملي كتبرد ديك الكولا صافي كتحيد، يعني بسهوله كتحيد.
من بعد ما بردات ديك الكولا حيدت ديك الشكل اللي درت على الطبله، شكل ديال ورقه ديال الشجر، ولصقتها، حاولت نلصقها من داخل بالكولا نيس، من داخل ديال ديك القريعه، كتجي بحال هذا الشكل لاصقه، يعني ثابته ما غاديش تطيح. حاولت نقاد غير ديكور بسيط اللي نحطو فيه هكا، بحال مثلا انا درت فيه ادوات المكياج، نقدر نحطو فيه دي ستيلو. شنو ما خطر على بالنا، الا كانوا عندنا دي كوكياج بلاصه هذاك الحديدات الصغيره اللي دورناهم على القريعه، دي كوكياج ديال اللي كيكونوا في البحر صغيره، نقدروا نديرهم يجيو زوينين. انا صراحه خدمت غير بالادوات اللي متوفره عندي في الدار وصافي. كيجي بحال هذا الشكل هكا، ثابت مزيان. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ويكون عجبكم هذا الديكور بطبيعة الحال اللي صوبنا، وشكرا على المتابعة.